مشاهدينا مشاهدي المصرية، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا فنون مصرية. تعالوا نشوف هنقدم لكم إيه النهاردة، ابقوا معنا. مشاهدينا تعالوا نشوف مع بعض معرض جماعي بعنوان ماستر بيس، شارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين، 24 فنان وفنانة، ابقوا معنا. بالفنان التشكيلي جورج فكري، أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. أستاذ جورج، مبروك على المعرض، معرض جماعي بعنوان ماستر بيس، شارك فيه مجموعة من الفنانين، 24 فنان وفنانة. تقولي بقى بالنسبة لاختياركو للمعرض أنه يكون جماعي، وإزاي أنتوا اتجمعتوا مع بعض الـ 24 فنان وفنانة؟ المعرض ده بيضم مجموعة من جيل الرواد، جيل الوسط، وجيل الشباب، بيمثلوا اتجاهات مختلفة لحركة الفن المصري الحديث، مجالات مختلفة زي تصوير، نحت، الجرافيك، الخزف، الانستليشن، الفوتوغرافي، الكالاجرافي، مجالات مختلفة، مدارس مختلفة، من خلال قاعتين. القاعة الأولى قاعة بتضم الرواد جمال السجيني، عبد الرحمن النشار، فرغلي عبد الحفيظ، جاذبية سري، زينب السجيني، مصطفى عبد المعطي، رباب نمر، الفنان عبد العزيز صعب، زينب سالم، جمال عبد الناصر، جيل الوسط، خالد سرور، جورج فكري، فنان النحت محمد الفيومي ونسان دوس. في القاعة الأخرى جيل الشباب وجيل الوسط، سعاد موردن بيك، فوتوغرافي، أشرف رضا وأيمن لطفي، عماد إبراهيم، كارل حمصي، مجموعة كبيرة، مش عايز أنسى يعني، مجموعة كبيرة شاركت، وحلوة قوي إن زي ما حضرتك بتقول من الفنانين الجيل الأكبر والجيل الشباب والجيل الأصغر. أيوة. اتجاهات مختلفة، في مجال في البينتينج وفي الرسم وفي الجرافيك وفي التصوير وفي التصوير وفي الخزف وفي النحت.
أهم ما يميز المعرض إن هو بيقدم التجارب المألوفة أو التجارب السابقة للفنانين. في تجارب استثنائية، في تجارب مختلفة، في تجارب برضو الفنانين بيعملوها لأول مرة. كل فنان بيعرض تجربته من خلال العمل أو المجال بتاعه. ونقدر نقول ان الاعمال اللي شاركوا بيها اكتر من 60 عمل، وداخلها زي ما حضرتك بتقول مجال النحت، وفي تماثيل، وشايفه في تماثيل كمان كبيره من البرونز، وفي تماثيل صغيره. المجموعه الحقيقه حلوه جدا، ان هي مجموعه مختلفه زي ما حضرتك بتقول، من تصوير ولوحات ونحت والتماثيل البرونز. الحقيقه معرض نقدر نقول متكامل بشكل جميل جدا، ومتقدم بصوره رائعه. ده اللي بيتميز بيه المعرض دوت. طبعا بنلاقي ان المدارس مختلفة، الاساليب مختلفة، الاتجاهات مختلفة، السبجكت او المواضيع نفسها مختلفة، الماتيريال مختلفة، كل فنان ليه اتجاهه، ليه اسلوبه، ليه التكنيك بتاعه، ليه برضو مراحل بتاعته. كل يعني الفن لحد مثال للفنان جيل رواد، الفنانة جاذبية سري، فنانة كبيرة خاضت خط كبير قوي ما بين التشخيصية والتعبيرية والتجريدية. بناء في المعرض ده أنا بتقدم التجريدية بأسلوب معاصر وحديث، بتعتمد على استلهام البيئة المصرية والبيئة الشعبية بطريقة مختلفة، وفي نفس الوقت ليها بصمة نقدر نقول انها في الاخر بتاعه جاذبيه سر. ايوه. الفنان فرغلي عبد الحفيظ بيقدم شخوصه التعبيريه، استلهام البيئه الشعبيه، بيقدم اختلاف الحضارات والثقافات ما بين البيئه المصريه وتعانقها مع الثقافات الاخرى زي الثقافه اليونانيه او الثقافه الايطاليه. بيعتمد على اسلوبه على تناول الكثير من الخامات والوسائط المختلفة. في مجال النحت، الفنان الكبير جمال السجيني بيقدم منحوتاته المشهورة، بيعتمد على الخطوط الهندسية والعضوية، بيقدم البيئة المصرية في شكل معاصر، استخدام البرونز او تحديدا بيعتمد على التقسيم
بنقدر نقول صعب وفي نفس الوقت سهل انه يقدم منحوتة بيفهمها المتلقي العادي، وفي نفس الوقت يعتمد على الاتجاه الحديث في تناول في مجال النحت. بالنسبة لحضرتك، حضرتك عارض عمل واحد هنا في المعرض، تكلمني عن العمل اللي حضرتك عارضه. هو موضوع بسيط عن البيئة المصرية، أنا بتناول خامات ووسائط مختلفة. في المعرض ده بعتمد على خامة الباستيل البسيطة، بستلهم الحياة المصرية الاجتماعية من خلال بعتمد على الشخوص في تناول الوجه المصري أو الوجوه المصرية البسيطة، الفلاح، صياد السمك، مجموعة الفلاحات المصريين، وده معرض سابق بعتمد فيه على الشخوص التعبيرية أو التعبيرية التجريدية في مرحلة من مراحل مشواري، اللي هو بعتمد فيه على التعبيرية التجريدية في متناول الاتجاه. بالنسبة لعمل حضرتك اللي عرضه النهاردة في المعرض، حضرتك عامل العمل الألوان بيستخدم الباستيل، غير كده إيه الخامات التانية اللي بتحب تستخدمها يا أستاذ زهر؟ بستخدم وسائل مختلفة، بستخدم الورق، بستخدم التوال، الطباعة على القماش، أوراق مختلفة باستخدام خامة الكولاج، أوراق الذهب، أوراق الفضة، ألوان الأكريل، الأكريليك، بستخدم الغراء الزيتي أو الغراء الأبيض البسيط، بستخدم ساعات الخشب مباشرة أو بتناول القماش على الخشب أو ورق على الخشب، بعمل تكسيم مباشر أو بسيط، مساحات صغيرة أو مساحات كبيرة. أهم حاجة الخامة عندي هي وسيط لتناول الفكرة. بس حلو قوي ان حضرتك ممكن بتستخدم مثلا زي ما حضرتك قلت دلوقتي الخشب، وممكن تدخل معاه قماش، بتستخدم ممكن كمان ورق، فكل ده حلو ان انت بتضيف لعملك خامات تانية بتطعم العمل. هي الفكره، الفكره هي اللي بتخليني ان انا استخدم ايه، اعمل يعني اعمل نوع من انتقاء او صياغه او اعاده صياغه مباشره او غير مباشره لتناول الخامه.
وبالنسبة للعمل لما انت بدأت الفكرة بتبتدي العمل، ممكن ما بتكملوش للآخر، بيبقى مثلا ناقصه حاجة تروح لعمل تاني وبعدين ترجع له، ولا لازم بتحب تخلص كل عمل لوحده؟ أنا مش عايز أقول أنت عرفت إزاي بس هو فعلا دي اللي ده الشيء اللي هو لازم أعمله، يعني أن أنا ممكن أسيب حاجات كتير قوي وأرجع لها أو أنساها بحيث أقدم فيه شيء جديد، بس أنا بحاول دايما أن أنا أخلص الحاجة، أو لأنها بتبقى دايما ورايا تخليني دايما أفكر فيها، يعني أفكر وأنا ماشي، أفكر وأنا قاعد، إزاي الفكرة دي بتجيلي، أخلصها إزاي بتكنيك مختلف، أغير الكادر، أستخدم وسيط تاني عشان أحقق الفكرة، أعيد صياغتها بطريقة معينة، بعد لما خلصها ممكن أعيدها تاني بحيث أكون راضي عنها، أو في النهاية برضو ممكن ما أكونش راضي عنها. إيه الفرق بقى ما بين المعارض الجماعية والمعارض الفردية؟ أنت شايف أكيد في المعارض الجماعية برضو أنتوا كفنانين بتستفيدوا من بعض، أن بتشوفوا أعمال مختلفة، بتشوفوا وجهات نظر مختلفة. المعارض الفردية كل واحد بيقدم التجربة بتاعته، زي ما قلت في بداية الحديث ان كانت تجربة فيها إعادة صياغة لمشواره، أو بيقدم شيء جديد بيحاول هو يقدمه للمتلقي أو المشاهد، وفي نفس الوقت هو برضو الفنان بيحاول انه يقرب من جمهور أو يخلي أعماله في متناول المتلقي، أو المتلقي دوت يعني بيسأل أنت بتعمل إيه، أو اللي بتعمله دوت إحنا هنفهمه أو نقرب منه، أو في أسئلة كتيرة قوي الفنان بيحاول يسألها في نتاجه، وفي نفس الوقت هو بيتلقى الإجابة من خلال مشروعه دوت. العمل الجماعي برضو هو مهم، إن الفنان بيقعد أو بيقف وسط مجموعة، المجموعة دي برضو هي المجموعة اللي بتمثل الفن الحديث، أو الفن البصري، أو الفن المصري الحديث، فمهم أوي إن هو يكون متواجد بينهم في وسطيهم، يعرف هو واقف إزاي معاهم. طبعا بيبقى مهم أوي إن بيتواجد أو في وسط المجموعة ديت، لأن ده مهم جدا إن حركة الفن المصري الحديث بتبقى قائمة على فنانين كتير وفي مجالات مختلفة، ومهم أوي إن أنا أكون في وسط الناس ديت. أسألك بقى بالنسبة لطقوسك وانت بترسم، بتحب وانت بترسم تبقى الدنيا هاتية، ولا ممكن مثلا تسمع موسيقى؟ عايز اعرف لما بتيجي بترسم كده بتعمل ايه؟ برضو ملهاش يعني ملهاش، زي ما انا قلتلك برضو بيبقى فيها نوع من اللي هو الفكرة الأساسية. الطقوس المختلفة الحياتية او الاجتماعية هو بتبقى جانبية اللي هو الحياتية العادية، يعني زي جوه المرسم او جوه الجاليري، الإضاءة المختلفة، الموسيقى المختلفة، مباشرة الخامات والوسيط المختلف، كل ده برضو بيحقق اللي هو راحة الفنان، بس هو مواكب للفكرة، مش هو الأساسي، أو مش هو نقدر نقول اللي أنا ببني عليه شغلي في البداية، يعني اللي هو مواكب. مثلا تلاقي في مثلا فنانين بيحبوا الهدوء، ما يبقوش عايزين دوشة ولا كده حواليهم، وعشان كده مثلا زي ما بقول لحضرتك لو تحب ترسم بالليل فبحس تبقى الدنيا هادية قوي، ما فيش الصخب، لان انت عارف طبعا هنا القاهرة على طول احنا عندنا الضوضاء والدوشة وكده. في فنانين لما تفرقش معهم زي ما حضرتك بتقول ممكن يعملوا الباك جراوند، يفتحوا موسيقى وخلاص يبقى شغال وعادي وداخل هو بقى في المود.
هي كلها بتبقى أشياء موجبة كلها، لكن في النهاية برضو أنا بيحضرني الفكرة أو البروجكت اللي أنا بحاول أنفذه من خلال نقاط جوهرية، سكتشات مختلفة، تجارب مختلفة ومباشرة ببعد عنها أو أقرب منها. المهم الاجتهاد في الشغل في التنفيذ، وفي نفس الوقت المثابرة في العمل والانتظار للمواكبة ديت، أو أنا هعمل إيه. بس يعني شغل من خلال الفكرة نفسها. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ومعرض فعلا جماعي جميل جدا ماستر بيس، ومبروك على المعرض، ونشوف المعارض القادمة بإذن الله بنفس النجاح ده. ميرسي يا فندم. شكرا. مشاهدينا بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامجنا فنون مصرية.